بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الطلاب الأكارم، طلاب الصف الخامس الابتدائي في هذا الفصل الدراسي الثاني في مادة لغتي الجميلة في موضوع درس جديد بعنوان الوحدة الخامسة، النص الإثرائي من طفولة الإمام مالك. سنتعلم يا كرام في هذا الدرس، أقرأ النص قراءة صحيحة سليمة، أذكر قصة الإمام مالك في طفولته، وأيضا أتعرف حيلة الإمام مالك للتفرد بطلب العلم على شيخه. إذن موضوع درسنا هو النص الإثرائي من طفولة الإمام مالك. قبل البدء بالدرس أعرض لك أيها الطالب الكريم هذا السؤال، اختر الإجابة الصحيحة من الصور التالية. أي الصور التالية تشير إلى مرحلة الطفولة؟ هل الصورة الأولى أم الصورة الثانية أم الصورة الثالثة؟ ما رأيك؟ أي الصور التي أمامك تشير إلى مرحلة الطفولة؟ هل هي الصورة الأولى أم الصورة الثانية أم الصورة الثالثة؟ هل تعرف الجواب؟ ركز جيدا في الصور وستتعرف على الجواب. هل تعرف؟ أحسنت، نعم إنها الصورة الثانية تشير إلى مرحلة الطفولة. أحسنت، نبدأ الآن بقراءة النص. روى الإمام مالك موقفا حدث له في صغره، وكان نقطة تحول في حياته ليكون الأول في سباق العلم دائما. يقول: كنت أحب اللعب مع الحمام في صغري، أطعمه وأرعاه وأعطيه الكثير من وقتي، وكان أبي حريصا على أن ينشئ أبناءه على العلم والفضيلة. هنا أيها الطالب، في هذا المقطع الذي قرأناه قبل قليل يتبين لنا نقطة التحول في حياة الإمام مالك. كيف تحول الإمام مالك؟ هو يروي لنا ذلك الموقف الذي كان نقطة تحول في حياته، في حياة الإمام مالك. أيضا يتبين لنا فيه حرص والد الإمام مالك في تنشئة أبنائه، فقد كان حريصا على أن يكون أبناؤه من ذوي العلم والفضيلة، لذلك كان ينشئ أبناءه على العلم والفضيلة. هذا الموقف كان يتعلق بالحمام، الموقف الذي حول حياة الإمام مالك، فقد كان يرعى الحمام ويحب الحمام ويقضي معه وقتا كثيرا. نكمل الآن في هذا النص وهذه القصة. وكان لي أخ أكبر مني، وذات يوم سألنا والدنا سؤالا فأجاب أخي وأخطأت، فقال لي أبي: ألهتك الحمائم عن طلب العلم. كانت عبارة والدي هذه ذات تأثير عظيم في نفسي، إذ انزعجت أن كان الحمام واللعب سببا في تفوق أخي علي، فأسرعت إلى أستاذي ابن هرمز. هنا أيها الطالب الكريم، العبارة التي أثرت في نفس الإمام مالك في هذا المقطع يتبين لنا تلك العبارة التي أثرت في نفس الإمام مالك، وهو قول والده له: ألهتك الحمائم عن طلب العلم. هذه العبارة غيرت من حياة الإمام مالك الذي كان منشغلا بالحمام وتتبعه وإطعامه والعناية به، حتى أنه لما سأله والده سؤالا لم يستطع الإجابة، بينما أجاب أخوه الأكبر وقال والده: ألهتك الحمائم عن طلب العلم. هذه المقولة أثرت، أو هذه العبارة أثرت في حياة الإمام مالك، فهرع إلى أستاذه ابن هرمز. إذن في هذا المقطع أيضا أستاذ الإمام مالك، نعلم أن أستاذ الإمام مالك هو ابن هرمز. إذن تعرفنا هنا على أستاذ الإمام مالك وهو العالم ابن هرمز. نكمل الآن القصة. وانقطعت إليه 7 سنوات متتاليات،
أتلقى العلم عنه بنهم شديد، ولم أخلطه بغيره أبدا خلال تلك السنوات حتى تشبعت بعلمه. ولأن أستاذي كان عالما معروفا يأتيه الناس من كل مكان يأخذون عنه العلم، فقد دبرت حيلة مكنتني من الانفراد بأستاذي دون إزعاج أو مقاطعة من أحد. أتدرون ما تلك الحيلة؟ في هذه أو في هذا المقطع يتبين لنا مدة دراسة الإمام مالك. الإمام مالك انقطع إلى العلم والتعلم وترك الحمام وتتبعه والاهتمام به، فانقطع إلى شيخه ابن هرمز 7 سنوات متتاليات. 7 سنوات متتاليات لم يخلط هذا العلم بشيء أبدا. أيضا في هذا المقطع تعرفنا على صفات أستاذ الإمام مالك، فقد كان عالما معروفا يأتيه الناس من كل مكان يأخذون منه العلم. هنا أيضا في هذا المقطع سبب حيلة الإمام مالك. الإمام مالك فعل حيلة لكي يستفرد بشيخه دون أن يزعجه أحد أو أن يقاطعه أحد، رغبة منه ورغبة منه واهتماما بتعلم العلم والانشغال بشيخه دون غيره. نكمل الآن. لاحظت أن هناك أولادا يلعبون بالقرب من منزل أستاذي، فقلت لهم إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا له الشيخ مشغول في تدريس أحد الطلاب. وهكذا استطاع مالك أن يستأثر بساعات إضافية من أستاذه، وصار متميزا وحيدا عند أستاذه لذكائه وتفوقه. هنا أيها الطالب الكريم في هذا المقطع يتضح لنا حيلة الإمام مالك، وهو أنه وجد أولادا يلعبون قرب منزل أستاذه فقال لهم إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا أنه مشغول في تدريس أحد الطلاب، وبهذا تمكن الإمام مالك من التفرد بشيخه دون أن يزعجه أحد أو أن يأخذ أحد شيخه عنه. أيضا الفائدة من هذه الحيلة أن الإمام مالك استأثر بساعات إضافية من أستاذه، وصار متميزا وحيدا منفردا عند أستاذه يتلقى العلم منه بنهم شديد. نكمل القصة. حتى إن أستاذه ابن هرمز كان جالسا مرة فسمع طرقات على الباب، فسأل جاريته من بالباب، فلم تر إلا مالكا، فرجعت وقالت له ما ثم إلا ذاك الأشقر، فقال لها دعيه فذاك عالم الناس. وكان مالك بشدة حرصه على العلم وحبه للتعلم ورغبته الشديدة في تلقي المزيد منه والتميز فيه. هنا أيها الطلاب الأكارم موقف لابن هرمز مع الإمام مالك، حيث أنه أي ابن هرمز كان جالسا سمع طرقات من الباب، فسأل جاريته من بالباب، فقالت ما ثمة إلا ذاك الأشقر، فقال لها إن ذلك عالم الناس. إن ذلك عالم الناس. وأيضا في هذا المقطع يتبين لنا شدة حرص الإمام مالك في تلقي العلم، كان يحب تلقي العلم وعنده رغبة شديدة في تلقي العلم بل والتميز فيه أكثر وأكثر. نكمل. وقد اتخذ وسادة محشوة للجلوس على باب أستاذه ابن هرمز يتقي بها برد الحجر هناك، إلى أن يفتح له أستاذه الباب إذا جاء وقت العلم، لأنه يأتي في الصباح الباكر ليكون الأول دائما. هنا يا كرام موقف للإمام مالك يبين حرصه على تلقي العلم، وذلك أنه كان يتخذ معه وسادة محشوة للجلوس عند باب أستاذه يتقي بها شدة برد الحجر حتى يفتح له أستاذه الباب، وذلك دليل على اهتمامه بالعلم وأن يكون دائما
أولا عند أستاذه. نكمل. حرص مالك منذ صباه على حفظ ما يكتب كل يوم، وكان له أسلوب لطيف في مراجعة دروسه، فبعد سماع الدرس من أستاذه يكتبه، ثم يتبع ظلال الأشجار يراجع ما كتب. هنا أيها الطلاب الكرام، أسلوب الإمام مالك في حفظ ومراجعة دروسه. كان الإمام مالك يهتم بحفظ ومراجعة دروسه، لذلك كان يحفظ كل ما يكتبه من شيخه بعد سماعه، ثم يتتبع ظلال الأشجار ليراجع ما كتب. نكمل. ولقد رأته أخته يوما وهو يقفز تابعا للظلال، فأسرعت تخبر أباها بما يفعل أخوها مستغربة. قال متبسما: يا بنية، إنه يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أصبح مالك عالما كبيرا وهو ما زال في ذروة شبابه، الأمر الذي أهله لاتخاذ مجلس في المسجد النبوي. هنا أيها الطلاب الأكارم، موقف للإمام مالك مع أخته عند مراجعة دروسه، حيث أنها استغربت فعل الإمام مالك من تتبع الظلال وهو يراجع ما كتب، فهرعت إلى والدها تخبره بهذا، فقال لها: إنه يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا المقطع جلوس الإمام مالك في المسجد النبوي، ولا يجلس في المسجد النبوي أي أحد إلا أن يكون عالما وصاحب علم عظيم، وقد تميز هذا الإمام مالك بهذا، لذلك اتخذ مجلسا للعلم والتدريس والفتية وهو لم يزل في ذروة شبابه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل. ولم يكن له أن يجلس في هذا المجلس إلا بعد أن شهد له 70 من كبار العلماء، وما برح يرتفع ذكره حتى سماه الناس بعالم المدينة أو إمام دار الهجرة، صار الناس يأتون إليه من كل بقاع الأرض المسلمة ليأخذوا عنه العلم. رحم الله مالكا، فقد كانت طفولته وبيئته أحد أسباب تميزه. هنا أيها الطلاب الأكارم، في هذا المقطع يتبين لنا جلوس الإمام مالك للعلم، حيث أنه جلس للعلم في المسجد النبوي أي شيخا يعلم الناس العلم، ولم يكن له ذلك إلا بعد أن شهد له 70 من كبار العلماء. الإمام مالك لقب بعالم المدينة وإمام دار الهجرة، وصار الناس يأتون إليه من كل بقاع الأرض ليأخذوا عنه العلم، فرحم الله العالم الإمام مالك رحمة واسعة. أيها الطالب الكريم، من خلال قراءتي وفهمي للنص من طفولة الإمام مالك أجيب عن الأسئلة التالية: ما الشيء الذي حرص عليه والد الإمام مالك عند تنشئة أبنائه؟ هل تعرف ماذا كان يحرص عليه والد الإمام مالك عند تنشئة أبنائه؟ هل تعرف؟ أحسنت، العلم والفضيلة، ممتاز، كان يحرص على العلم والفضيلة. السؤال الذي يليه: كان للإمام مالك موقف ذكي في استئثاره بساعات إضافية مع شيخه، فما هو؟ أحسنت، لاحظ أن هناك أولادا يلعبون بالقرب من منزل أستاذه، فقال لهم: إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا له الشيخ مشغول في تدريس أحد الطلاب. وبهذا استأثر الإمام مالك بساعات إضافية مع شيخه رحمه الله. السؤال الذي يليه: ما هو أسلوب الإمام مالك في مراجعة حفظه؟ كان الإمام مالك له أسلوب جميل في مراجعة حفظه، هل تعرفه؟ أحسنت، بعد سماع الدرس من أستاذه يكتبه، نعم، ثم يتبع ظلال الأشجار يراجع ما كتب. أحسنت، إذن بعد سماع الدرس من أستاذه يكتبه، ثم يتبع ظلال الأشجار يراجع ما كتب. أحسنت. السؤال الذي يليه: بما يلقب الإمام مالك؟
الإمام مالك لقب حين جلس على كرسي التدريس في المسجد النبوي، لقب الإمام مالك بعدة ألقاب، هل تعرف؟ أحسنت، لقب بعالم المدينة أو إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة أو عالم المدينة، أي اللقبين هذين يطلق؟ كلاهما يطلق على الإمام مالك رحمه الله. أعلل بمعنى أذكر السبب، السؤال هذا أعلل بمعنى أذكر السبب. سبب أخذ الإمام مالك وسادة محسوة عند ذهابه لبيت أستاذه ابن هرمز، لماذا يأخذ سادة؟ هل تعرف؟ أحسنت، يتقي بها برد الحجر عند باب أستاذه وقت الدرس إلى أن يفتح له الباب، حيث أنه كان يحرص أن يكون الأول دائما. إذن كان يتقي بها برد الحجر عند باب أستاذه وقت الدرس إلى أن يفتح له الباب. أحسن. تقويم، ورد في نص من طفولة الإمام مالك نوع من الطيور الذي يعد أليفا، فهل هو الصقر أم الغراب أم الحمام؟ هل تعرف؟ ورد في النص ويعد أليفا. أحسنت، الحمام، ممتاز، إنه الحمام. أحسنت، تعلمنا في درسنا النص الإثرائي من طفولة الإمام مالك، تعلمنا موقف الإمام مالك مع شيخه إذ لاحظ أن هناك أولادا يلعبون بالقرب من منزل أستاذه، فقال لهم: إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا له الشيخ مشغول في تدريس أحد طلابه، فبذلك استأثر بالتعلم لوحده وذلك عند شيخه. أيضا طريقته في المراجعة، حيث بعد سماع الدرس من أستاذه يكتبه ثم يتبع ظلال الأشجار ليراجع ما كتب ويضبطه. أيضا استعمال الوسادة، وذلك يتقي بها برد الحجر عند باب أستاذه وقت الدرس إلى أن يفتح له الباب. مراجعنا كانت كتاب الطالب والمعلم والتطبيق النحوي. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.